اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا صناعه البطل دي حاجه تهمنا كلنا، يعني فكره ان يبقى عندنا ابطال كتير في مجالات رياضيه مختلفه ده امر مهم جدا للكل الحقيقه، وبرده كلمه حق لازم تتقال. الدوله بقى لها اكتر من 4 سنين يعني واخده خطوات جديه في هذا الاطار، يعني بقى عندنا دلوقتي حاجه اسمها المشروع القومي للموهوبين في ايه؟ في السكواش وفي كره القدم وفي التايكوندو وفي غيرها من الرياضات المختلفه. دلوقتي احنا هنتكلم عن التايكوندو وهنتكلم عن الموهوبين في هذه الرياضه بصفه خاصه، وكمان هنتكلم عن بطوله الجمهوريه الاولى للبومزه اللي هنتعرف عليها وعلى تفاصيلها من خلال طبعا ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره كابتن احمد عبد الغفار رئيس جهاز التايكوندو بمركز شباب الجزيره وايضا مدرب بالمشروع القومي للموهوبين. صباح الفل عليك يا كابتن، اهلا بيك. منورنا في 10 الصبح في اهلي وقناه الاهلي حقيقي يا كابتن احمد. معلش ايه البومزه بقى؟ نبدا من هنا عشان الناس تبقى مستوعبه معانا الكلام في الاول. البومزه دي شق من التايكوندو، يعني هو اللي هو القتال الوهمي بالحركات دي البومزه، حاجه زي الكاتا في الكاراتيه، زي الكاتا في الكاراتيه كده. اه يعني ده استعراضي؟ استعراضي اه استعراضي. هو قتال وهمي من غير اسلحه، هو اقل يعني شهره من التايكوندو بشكله العادي واقل شهره من الكاتا المعروفه في الكاراتيه. بالظبط، يعني اسم مش دارج. انا ونهاوندب يعني ما سمعناهوش مثلا. اه عشان التايكوندو معروف الكروجي اللي هو الفايت، يعني ده هو الاكثر القتالي الاكثر، ان هو اولمبي فمعروف اكثر وابطال اولمبيين مصريين كتير فيه وكده. طب الاعمار ايه فيها من صغيرين؟ يعني من اول 7 سنين الاتحاد بينظم بطولات، من اول 7 سنين لحد تحت 65 سنه. 65 سنه لسه حلو ده. اه عندنا لاعب في 65 سنه 61 سنه تحت نزل البطوله جاب ميداليه ذهب في البطوله الجمهوريه اللي كانت مقامه في نادي سموحه في اسكندريه. ده شخص ملهم جدا جدا جدا، يعني ده مثل لكل الابطال الصغيرين عندنا موجود كابتن محمد عبد العزيز ده. جميل. واحنا هنتكلم طبعا عن كل الابطال وهنتكلم عن حاجات كتير، بس لو تسمح لنا في البدايه نعرف المشاهدين اكتر بالمشروع القومي وربطه او الارتباط اللي ما بينه وما بين الفكره نفسها بتاعت صناعه البطل. المشروع القومي هو يعني حاجه مهمه جدا حصلت طفره كبيره جدا في جميع الالعاب بسبب المشروع القومي. خد كل الدوله ابتدت تهتم بكل الناشئين في المشروع القومي، جميع الالعاب تايكوندو سكواش وجودو، والسنه دي كمان دخلت جميع الالعاب الكوره وكل الالعاب. بيستخرج منه كل المشروع باساس سليم من اول النشء بدنيا وصحيا، رعايه كامله من الدوله للموهوبين باختيارات بقياسات بكل حاجه، خصوصا للموهوبين اللي مش بينتموا لنوادي معينه. بالظبط، مش شرط يكون نادي معين او بيجيب من الاماكن الاقل كمان غير النوادي الكبيره اللي هي بتهتم اكتر، زي مراكز الشباب، زي موهوب، هو موهوب من حقه ان هو يقدم، مش مهم ينتمي لنادي ايه، مش مهم هو تبع نادي ايه او مكانه فين. ده بالعكس، ده انا بقول ان دي ميزه اصلا، دي ميزه اللي ميزه مش مشتركين في نوادي. ما دي ميزه يعني دي اهم حاجه، دي اهم حاجه حصلت في المشروع. ميزه كبيره كمان يعني. طب كابتن احمد كلمنا اكتر عن مركز شباب الجزيره. طبعا احنا شفنا في الفتره السابقه تطور كبير جدا حصل، والست الوزير كان مهتم بيه وحصل افتتاح جديد، يعني ممكن برضو ننقل المشهد للساده المشاهدين عشان يعرفوا التطور بالي، اصل لازم يبقى بتبدا من البدايه من الصفر، مش بتبدا مره واحده. تمام. تطور الجزيره مش تطور حتى المباني او البنيه التحتيه بتاع مركز شباب الجزيره، تطور في كل حاجه. تطور تكنولوجي، وبقى مقصد كبير ثقافي وفني ورياضي لكل الطبقات لكل الاعمار، لكل الطبقات. مش شرط تكون عضو في مركز شباب الجزيره عشان تستعمل او تستخدم اي حاجه من الانشطه اللي موجوده، بيخدم كل الناس عضو غير عضو. ده يعني بيندرج تحت فكرة تطوير أصلا مراكز الشباب اللي كان سيادة الوزير بيتكلم عنها بقاله فترة. طبعا بالظبط، تقريبا يعني كل مراكز الشباب ابتدت تتطور تطور غير عادي، يعني بقى زيها زي أكبر نوادي في مصر. صح، الأول فعلا الصورة ما كانتش كده. يعني مركز شباب الجزيرة بصفة خاصة يعني دون عن بقية المراكز، أنا بتكلم في مرحلة ما قبل تطوير الكل. تمام. أنا بتكلم عموما تاريخيا، لا مركز شباب الجزيره طول عمره نجم في وسط مراكز عشان المنطقه كمان اللي هو فيها موقعه الجغرافي مميز يعني. لا وعبر التاريخ في ناس كتير مهمه في رياضات مختلفه كانت نقطه الانطلاق بتاعتها الحقيقيه في مركز شباب الجزيره، والفنيه مش رياضيه بس، رياضيه وفنيه وثقافيه. مركز شباب الجزيره حلو كان هو الاساس بتاع
فنانين كتيره ورياضيين كتيره جدا لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي. يعني مين اشهر ناس من رواد المركز؟ مثلا في استاذ توفيق، الاستاذ سامح يسري، الفنان سامح يسري. طبعا. ناس كتير ورياضيين كتيره موجوده في المركز على طول. هو ايهاب توفيق تقريبا ساكن الناحيه الثانيه، بيجي لغايه الزمالك. طب كويس. لوكيشن حلو جدا، وبيبقى في دعم برضو من قبل الناس اللي هي المعروفه للشباب، يعني ده برضو حاجه. رياضيين، انا بتكلم اللي هم الناس المعروفه الرياضيين منهم. في دعم طبعا كبير جدا من كل الرياضيين يعني في جميع الالعاب. طب كويس. طب خليني برضه اروح انا وكريم معاك عشان احنا بنحاول نفهم الصوره في الداخل اكتر. يعني دلوقتي حضرتك ماسك هذا المشروع او بتشتغل فيه، يعني فالقصه هنا ازاي من اول ما البطل بيدخل او الرياضي الصغير بيدخل لغايه السلسله المراحل بقى عامله ازاي؟ هو المشروع ابطال واعدين، ابطال ناشئين واعدين وبطل واعد. من الاول في الاختيارات بتتعمل مسابقه، بنشوف الناس الموهوبين بتيجي تقدم اختبارات قياسيه بدنيه، بيختار افضل العناصر. بعد كده بمرحله من ابطال ناشئين لابطال واعدين لبطل اولمبي. ده الغرض من المشروع، ان هو بيفرغ في الاخر بطل اولمبي متاسس صح، متربي تربيه رياضيه صح، بدنيه وصحيه وكل حاجه، وكل حاجه متوفره في المشروع. بس ده مكلف، يعني خليني اروح مع حضرتك. البطل الاولمبي قد ايه؟ انت حتى لو هو بينتمي لنادي كبير بيبقى دايما بيتكلم ان هو او بيشكو من فكره نقص بعض الامكانيات حتى الماديه، حتى لو جاي من نادي كبير. مش كلهم طبعا، بس البعض منهم. وده عن لسانهم لما كانوا بنستضيفهم او برامج مختلفه. ده اللي بوفره المشروع بقى، ده اللي بوفره المشروع او الدوله اللي موفراه تحت رعايه السيد الرئيس وتحت رعايه وزاره الشباب والرياضه. هو ده المقصود من المشروع، ان هو بيرعى من هو ناشئ. يعني السفر على كل حاجه، على حساب كل حاجه. كل حاجه، الوزاره او اشتراك البطوله، السفر، التغذيه. ده على حساب مين تحديدا؟ على الدوله. على الدوله. والمميزين منهم بيتم تقييدهم في المنتخبات كتيره. يعني السنين اللي فاتت منتخبات كتيره، تايكوندو ومصارعه وابتدى رفع الاثقال كلهم، وجوده كلهم من اولاد المشروع القومي. بس المشروع في حد ذاته اصلا حاجه في منتهى الاهميه. يعني هو يعني خطوه متاخره، بس كويس ان هي اتخذت مبدئيا، لان هينتج عنها خير كتير قدام. لان احنا بنتكلم على مصنع لابطال مستقبليين، خط فعلا. انتاج لنجوم في رياضات مختلفه في الفتره اللي جايه. الى اي درجه على مدار الاربع سنين اللي فاتوا في تطور دائم بيحصل؟ وفي ده في تطور تقريبا كل يوم في تطور في المشروع. كل يوم بيزود هنا مدرب احمال، يعني كل حاجه ناقصه في المشروع بيكملوها. طبيب، مدرب احمال. بقى انعكاسات ده على الموهوبين بقى اللي بيشملهم هذا المشروع. هو كفايه ان هو يحس بالنجاحات مؤخرا لاحظتوها، بالاهتمام ده. طبعا يعني احنا في بطوله الجمهوريه الموسم اللي فات كانت اول سنه للناشئين التايكوندو، عملنا ترتيب عام على مستوى الجمهوريه، ولاد وبنات، ترتيب اول وترتيب ثاني. ما شاء الله. ولاد وبنات في خلال سنه، في اول سنه للمشروع قومي الناشئين، والواعدين كمان فيه، وابطال واعدين فيه، وكلهم مؤهلين لدخول منتخب مصر كمان. يعني بدايه قويه، هي بدايته حتى بدايه قويه. هاي. طب والاعمار احنا شايفين في الصور، يعني في ناس اطفال قوي صغيرين. كلمنا برضو عن اختياراتهم بتبقى ازاي، والاهالي بتتعامل ازاي، والديديكيشن الالتزام ازاي، يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو بصراحه يعني الاهتمام اللي معمول من الدوله للمشروع فبتخلي الناس تلتزم في مواعيدها. زي ما تقول مثلا ما صدقوا الفرصه جت. بالظبط. هو كده. وناس كتيره بتتمنى، وان المشروع في جميع محافظات مصر موجود. في كل محافظات مصر المشروع موجود في ما فيش محافظه تقريبا دلوقتي في الصعيد اللي ما فيها المشروع القومي، في جميع الالعاب كمان. وبيبقوا حريصين الاهالي ان هم يودوهم، ما بقاش في غيابات. يعني عندنا في النادي، يعني امتى ابني يخش المشروع بقى حاجه مهمه، شايفين الاهتمام والرعايه وفترات التدريب الاكبر.
لو احنا عندنا مواهب كتير جدا مدفونه في كوره وكفور ونبوع ما حدش يعرف عنهم حاجه جداً. يعني مواهب في كل الرياضات تقريبا المشروع وصل لكل الكلام ده. ده حاجه في الصعيد سوهاج واسيوط واسوان وكل الصعيد يعني ما غطاش حته معينه وساب كله. ايه اكتر المحافظات اللي يعني لو حضرتك عندك معلومه ايه اكتر المحافظات اللي فيها مواهب يعني قدرتوا ان انتوا تحصلوا عليها؟ والله كل محافظات يعني المشروع بينتقي المواهب الصح السليمه فكل تقريبا اللي انتقى المشروع في مواهب يعني محافظه كده اقصد ان احنا نعرف مثلا المحافظه مثلا يعني اسيوط مثلا اكتر مواهب فيها خاصه بالرياضه مثلا يعني انا بسال لو يعني في معلومه القاهره يعني مثلا التايكوندو كان فيه مميز جدا وكمان المصارعه مميزه جدا من اولاد المشروع مميزين جدا واسكندريه التايكوندو برضو في ابطال كتيره الشرقيه مش هنعد يعني لو عدينا المشروع بجد يعني مغطي عايزين نقف شويه عند التايكوندو نفسه ونوضح الصوره اكتر للناس وخصوصا الاهالي واولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين بيفكروا يخلوهم يعني يمارسوا الرياضه دي بصفه خاصه وتحديدا اولياء الامور اللي عندهم اولاد خجولين الى حد ما او شخصيتهم انطوائيه عاده بيختاروا اي نوع من انواع الرياضات اللي فيها مواجهه او الرياضات القتاليه عشان دي كتير بيجيلي كتير بيجيلي اولياء امور كده انا ابني خجول اولا السن الامثل للبدايه وهل في مرحله معينه ما ينفعش الاهالي يخلوا اولادهم يبتدوا يمارسوا التايكوندو لان هم خلاص كبروا على المرحله السنيه دي؟ السن الامثل اللي هو 7 سنين ان احنا بنبتدي تجهزه اللي يكون بطل مثلا تحت 10 سنين بطل جمهوريه تحت 10 سنين. طب في حد اقصى بقى للعمر بعديه ما ينفعش يبدا يمارس الرياضه دي؟ فوق 17 سنه ما يعني ينفعش بقى ما ينفعش يعني هيبقى صعب ان هو يكمل تايكوندو. التايكوندو احزمه ومستويات ولازم يتعود على المرونه وعلى اللياقه البدنيه العاليه شويه فبيبقى صعب شويه 17 سنه ده بيبقى صعب فرصته قليله في ان هو يبقى بطل. حتى لو كان بيلعب رياضه اخرى مثلا قريبه نتكلم لا لو بيلعب رياضه قريبه مثلا زي الكاراتيه بالظبط ممكن يبقى عنده امكانيات فيبقى سهل اما اجي وانا كبير عشان العب بتبقى صعبه شويه. طبعا اكيد لاي رياضه كمان. طب السيدات او البنات يعني برضه في التايكوندو ايه؟ دول مميزين. ايوه بقى كده دول مميزين قوي يعني صحيح عندنا مثلا يعني هدايا ملاك بطله اولمبيه سنتين يعني دورتين اولمبيتين بطله اولمبيات بطلات كتيره انا عندي معظم الفريق البنات هو الاول على طول على طول اول وشه نور على طول اول هم اول على طول يعني طب ده بيديك او ده مؤشر لايه برضو كابتن احمد يعني قصه هنا ان البنات تتالق في الرياضه يعني حتى رغم التحديات في السابق دلوقتي الوضع اختلف طبعا مع اختلاف الثقافه عشان القياده السياسيه دعمت قوي الرياضه النسائيه تحديدا بس في السابق كان في تحديات بيواجهوها والمجتمع وحاجات زي كده فبتشوف ده ازاي يعني برضو لا خلاص يعني هم يعني الاكثر الاجرى دلوقتي هم قادمات قوي قادمات في كل هم حاجه قدموا خلاص احنا قدمنا فعلا لا هو فعلا بالذات زمان يعني في ازمنه سابقه وبالذات في رياضات معينه زي التنس زي السباحه زي الباليه باشكال والمختلف سواء مائي او ارضي يعني في اهالي بيبقى عندها تحفظات على ان بناتهم لما يوصلوا لمرحله سنيه معينه لا خلاص يوقفوا ممارسه الرياضه دي فما اعتقدش ان الكلام ده ينطبق على التايكوندو يعني لا خالص بالعكس ده يعني فريق البنات مميز مثلا عندنا فريق بنات مميز جدا يعني كلهم ابطال كل يعني 90% من فريق البنات عندي ابطال انا مبسوطه والله ان احنا نسمع حاجه زي كده فعلا ده وبعدين اصلا تاريخ برضو السيدات في مصر يعني من زمان يمكن الثمانينات لحضرتك تصلح لي برضو حصلوا على او دخلوا الاولمبياد يعني احنا عندنا برضو تاريخ محفز جدا يعني السيدات كان ليهم بصمه حتى مع الظروف المختلفه بنتكلم الثمانينات وغيره بس برضو احنا قدرنا ان احنا نوصل ولو بنسب يعني قليله. طيب بتشوف بقى مستقبل التايكوندو في مصر يمكن انا وكريم استضفنا كتير جدا ابطال تايكوندو معانا وبيتكلم
بيتكلموا بحماس وقد ايه برضو مصر عامله يعني ليفل كويس قوي في التايكوندو. احنا لما نيجي نتكلم نقول طب ايه احسن دوله في التايكوندو، بتتكلم عن اسيا اكتر، دول اسيا، كوريا. هل ممكن بالظبط، هل ممكن مصر توصل في يوم من الايام ان احنا نكون متفوقين؟ لان زي ما حضرتك بتتكلم او الصوره اللي عندنا ان احنا مش ناقصنا حاجه، احنا عندنا الكوادر كويسه جدا، واحنا فعلا متفوقين جدا يعني بمنافسات. يعني كنا في بطوله كاس العرب قريب وخدنا مركز ترتيب تاني على مستوى البطوله منتخب مصر، فاحنا ترتيبنا كويس جدا بالنسبه للعرب وبالنسبه لاوروبا. ترتيبنا كويس جدا والاتحاد ماشي بخطى كويسه جدا والدعم والدعم من الدوله ومن الوزاره. يعني يعني الدوله نفسها هي بتهتم بالرياضه، يعني هي وجهه، يعني وجهه زيها زي اي وجهه دبلوماسيه. الرياضه بقت وجهه بتجمع الشعوب اكتر. جميل. طيب التنسيق شكله ايه بقى اللي ما بين المشروع القومي للموهوبين والاتحادات الرياضيه المختلفه، بحيث ان الموهوبين دول او اللي بيلمع فيهم او اللي بيتميز فيهم ويتفوق يقدر بقى بشكل ناعم وسلس وخالي من اي معوقات ينتقل من مرحله الهوايه الى الاحتراف؟ ده يعني الاتحاد يعني نتكلم على اتحاد التايكوندو، يعني اللي انا لمسه فيه بيزيل كل العقبات لولاد المشروع القومي. يعني من ضمن الناس اللي بتدعم المشروع في البطولات في كل حاجه، والاختيارات كلها بتبقى اختيارات في البطولات. يعني المراكز اللي هي المراكز الاولى دايما اللي بتختار للمنتخب مصر وكده، والمشروع فيه ناس كتيره من المنتخب. حلو. طب تعالى بقى نروح لملف حلو قوي، وملف انا وكريم تحديدا في 10 الصبح في الاهلي بنهتم بيه جدا، اللي هم البارا تايكوندو، والناس اللي بتوصلنا بعد كده للبارالمبياد، والناس الجميله اللي بترفع اسم مصر طبعا في محافل دوليه وبيمكن بنسب اكتر بكتير من الاولمبياد. بالظبط. ففرحنا بقى نعرف اكتر عنهم. عندي برضو بطله مريم نصر، دي بقى لنا كام بطوله نخش جمهوريه ومنطقه وهي مرشحه في البطوله الاخيره، جابت مركز ثالث ومرشحه ان هي تخش منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله. فدول بقى حاجه ثانيه، حاجه جميله جدا وناس جميله جدا، ويعني والدوله برضو مهتمه بيها زي ما شفنا سياده الرئيس هو يعني اهتم بيها، فالاهتمام بيهم جامد جدا، وهم ابطال بجد، يعني ابطال في كل حاجه، وبييجوا بيتمرنوا واهاليهم اكتر، اهاليهم هم الابطال. يعني انا شايف كده انهم دايما اولياء امرهم ابطال اكتر منهم كمان. صح. لان هم بيعانوا معاهم كتير وبيتحركوا معاهم كتير واحنا مش بنقصر معاهم. حلو. طب على ذكر الابطال، يعني هل بتستفيدوا او بتستعينوا بالابطال اللي في الرياضات المختلفه لتحفيز بقيه اللاعبين اللي بيلعبوا في الرياضات دي؟ يعني مثلا تستعينوا بحد زي واحد زي هدايه ملاك لتحفيز اللاعبين واللاعبات؟ بيحصل يعني ده بيحصل، الحاجات دي برضو بتحصل على طول. هم بيتحركوا الابطال الاولمبيين بيتحركوا بيروحوا النوادي، سيف عيسى، هدايا ملاك، بيتحركوا بتحفيز الابطال. يعني بنطلبهم، هم ما بيتاخروش، وبيكون حاجه يعني تشجيعا ليهم كبير قوي للاولاد مثلا عندنا في المركز. يعني ما قبل كده طلبنا هدايا ملاك جت لنا والولاد صوروا معاها ووقفت في التمرين معاهم، دي حاجه. وهي اصلا الميداليه اللي هي بتجيبها دي بتعمل 360% تغيير 360 درجه تغيير في الولاد وفي البنات. طبعا. طيب احنا فاضل لنا دقيقتين انا وكريم مع حضرتك في الفقره، نتكلم عن حضرتك بقى كابتن احمد شويه، يعني مسيرتك كده سريعا لغايه لما دلوقتي، يعني مش هقول انتهت بس لما وصلت لغايه التدريب. تمام. انا من ابن مركز شباب الجزيره، لعبت فيه من وانا عندي 10 سنين وحققت شهادة الاختلافات والتطور بتاعه على كل المراحل. جدا كل التطورات بتاعته، وطبعا كان نفسي التطور ده يحصل من زمان يعني، والتطور ده بيعوز ان احنا نتطور احنا كمان. يعني التطور مش اشكال مش مباني بس، لازم الانسان اللي ماسك ده يبقى متطور برضه، يبقى مواكب لكل. صح. كنت بطل جمهورية عدة سنوات برضو من تدريجيا كده لحد ما دخلت وخدت دورات تدريبية ودورات النقابة وصرت ان ابقى مدرب، وطبعا بعتز بالمكان اللي انا فيه، بحس ان هو رسالة انا لازم اكملها زي ما الكابتن بتاعي كان بيكملها، سلمني مكان وانا بكمل مكانه. هل اعتمدت على خبراتك التراكميه طول السنين اللي فاتت جوه مصر، ولا خدت او استعنت الاتحاد دايما الاتحاد دايما مثلاً بيعمل دورات دوليه وخارج مصر وداخل مصر دايما، وبيجيب لنا ناس من بره، من كوريا ومن
على طول، التطوير دايما شغال يعني، واحنا ما بنفوتش الفرصه دي على طول يعني، الاتحاد بيساعدنا في كده يعني. ربنا يوفقك كابتن احمد، وعايزين ابطال ان شاء الله كده تقدر تطلعوا لنا ابطال، سواء يعني ابطال في الاولمبياد او البارالمبياد كمان، الاثنين بيشرفونا باذن الله. كل التوفيق، ونستضيفكم بقى، ويا ريت هم ينورونا يكونوا معانا كده، نظبط مع فريق الاعداد ان شاء الله. اكيد انا ما اقدرش اجيبهم كلهم معايا، لا نجيب كده والله كل فتره يشرفونا اكيد. انا شرفت بوجودي معاكم طبعا وفي قناه الاهلي يعني، مبسوط جدا ان انا موجود معاكم. اهلا بيك دايما، سعداء لوجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل.